من احكي عن فساد يا اخي، انا اذا اجي احكي عن فساد ايضا، انت عندك في التحالف القيادات المعنيه عندها مشاكل بالفساد، عندها قضايا بالفساد موجوده بالمحكمه، القيادات البارزه الاربع قضايا كبرى بالفساد. ما على الحكي يعني يعني ما يعني يقذف الناس بطوب وبيتي من زجاج، فيجب ان اراعي واكون موضوعي وانظر من المعني من الموجود من اللي يقود المرحله، ماذا حقق للمحافظه في السنوات السابقه عندما كان يدير دفه الحكم، وماذا حقق الذين معه؟ لم يحققوا شيء سوى التراجع والخراب والدمار والفساد والتهجير وكذا. فاذا انا اعطيتك الفرصه ومنحتك الفرصه، لكن يا اخي انت فشلت، فالمجرب والفاشل بالتجربه اني ما كأنباري، انا ما عندي استعداد اجي اجرب النوب، انا الانبار مو حق التجارب يومي دكتور. بس الشخص اللي بس معلومه خطيره ذكرتها دكتور سعود، قلت الوجوه القديمه اللي كانت تحكم في الانبار او الغربيه او عموم مناطق الغربيه على مستوى العراق، قلت متورطين بفساد وما حصلنا من عندهم الا ارهاب وتهجير، بمعنى اعتراف شخصي من جنابك الذين كانوا يمسكون القرار السني في الفتره السابقه بهذه المناطق متوغلين على مستوى التهجير والفساد والارهاب. لا يا قصدي بعهدهم ايش صار؟ ما صار غير الدمار، صار الارهاب، ما سيطروا على الملف وعليهم قضايا فساد، يعني ما ايضا عليهم قضايا فساد، بس انا اجي اتهمهم باتهام مباشر واقول فاسدين؟ لا، انا اقول اكو عليهم قضايا فساد. فقصدي هذا الموضوع يعني انا ما اقدر اجي اقذف الاخرين وانا ما عندي اي مستمسك او اي قضايا كنت تجاههم بالمحاكم فساد وهم الفاسدين، بينما اللي معايا واللي بمشروعي هم اكو قضايا عليهم، يعني اكو قضايا. فقصدي اكون موضوعي وما اتعامل بازدواجيه واقيم الامور مثل ما هي يعني يا دكتور. اي بس يقول لك الصوره تجملوها دكتور، هو السيد العلواني يقول لك دتلمعون الصوره في الانبار ماكو استقرار سياسي،